بحكم السكشواليتي بتاعتي انا هومو. يعني هم تقريبا اجمل 5 دقايق في حياتي في مصر، يعني انا ما افتكرش ان قضيت 5 دقايق بالجمال ده قبل كده. بعلن عن نفسي في مجتمع بيكره كل ما هو مختلف عن السائد. وحسنا ان المجموعه اللي كانت موجوده ان هي القوه، يعني انت لو هما فوق فده مش مكانك، انت اللي ممكن تتفضل تمشي مش احنا. هو احنا كنا فخورين وكلنا نزلنا الصور بتاعتنا، طبعا ما تخيلناش ان هيبقى في رد فعل بالمشهد ده. وازاي حصل ده على ارض مصر ان علم المثليين يرتفع على ارض مصر الطاهره؟ رفع المثليين يا الله. هذا الفجر وهذا العار عن هذه الجريمه. انا كنت عارفه ان هي مساله وقت وان انا كنت هتجاب قوه من 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 الامن المركزي ومن امن الدوله. لقيتهم داخلين عليا قوه، يعني مجموعه عساكر معاهم اسلحه داخلين على واحده. يعني لو كانوا بعتوا والله عسكري وقالوا لي تعالي كنت هرب لهم. يعني اختلطت بطائر الاخوان المسلمين واعضاء داعش. طبعا انا قلت لهم ان انا ما كنتش فاهم وان انا ما عملتش ده بقصد وان انا كنت سكران وشارب وما كنتش عايز اخش في اي صدمات معاهم لان انا كان ممكن اتقتل عادي جدا. حصل اعتداء اللي هو العنف اللي هو الكهرباء، طلعنا على الاسم اعتداء جنسي من النساء في التخشيبة متوصي ليهم. نظام دي كانت يعني اول مره يكون فيها الرينبو فلاج مرفوع وفي كم الدعم ده. يعني انا لما نزلت الصوره على الفيسبوك اكتر الكومنتس كانت ناس بتشجعني، فهم دي بالنسبه لهم كان في يعني اللي هو في ناس مرحبه كتيره قوي. يعني هم بالنسبه لهم دي كانت صدمه ان لا في جزء كبير قوي من الناس مؤيد وموافق، وفي ناس بتقول احنا جايز ومثليين وبنعبر عن نفسنا او احنا ناس مؤيده وموافقه. فدي كانت بالنسبه لهم الم على وش النظام، الم على ذكوريته والم على رجعيته كمان. يعني بدأنا نمد على بعض وقدمنا بعض، قعدنا كام دقيقة. اعتذرت له ان انا لو كنت سبب في منع دخول الباند مصر تاني، قام قال لي لأ ده مش ذنبك ومش المفروض ان انت اللي تتأسف، ده غلط الحكومة. خط يعني في هرم كده كامل ممنوع الكلام عنه، بقى موضوع للنقاش كل يوم في كل البيوت ساعة الغداء. بقى في مساحة للنقاش، بقى في ناس عندها قابلية انها تتكلم في الموضوع. فلا في انتصار حصل، في كسر الخط احمر كان محطوط وان احنا ما ينفعش نقرب له. فلا انا ما ينفعش اكون ندمان على ده.